خليها الله يلا. دابا هذا صاحبنا اللي جات يترأس الحكومة، هذا ما القضية ديال التحكم، هو دابا بغى يديرها بالمال، المال ديال الدولة بالخصوص، شي المال ديالو، المال ديالو هذاك حظي جالس تيوزع الإشهارات على المواقع الاجتماعية، يعني نسمعوا عن أموال إلى آخره، ونسمعوا عن هذا الذي يعني وقع مؤخرا والذي فيه 40 مليار ديال الدرهم. بطبيعة الحال حنا كسياسيين ما يمكنناش نقولوا للناس هذا الشيء اللي دار معاكم بأخلوش ماشي مزيان، ما يمكن. علاش؟ لأنه في الحقيقة الموظف المغربي ماشي خصو 5000 درهم الشهر، خصو 10000 درهم الشهر على الأقل. هادشي حنا كان أنا والله يشهد كنتكلم انطلاقا من قناعاتي ومن الحساب. أنا كنحسب شحال كطيح الدار، شحال كطيح الخبز، شحال كطيح، ومازال خصو يطلب الله تكون مراته خدامة. والعامل الحقيقي العامل خصو ما ياخذش أقل من 5000 درهم، ويتمنى من الله تابو تا هو تا مراته ولا واحد في ولاده يكونوا خدامين. ولكن هادشي هذا اللي دار، إلا كنا حنا متفقين عليه باش ياخذوه هاد الناس، كنقولوا كاينه اشكاليات كتخلي الناس يشكوا. حنا جايين دابا والاخوان كيقول لي السي عبد الاله هاد الفلوس اللي تزادوا للموظفين ما كاينش الفرح بهم، واخا هكاك الناس طاير لهم، ورا النقابات بدات والاضرابات بدات، ورا يمكن غدا كاين شي اضراب ديال اليوم. علاش؟ لأن هذا السيد هذا بغيت نقول له واحد القضية السي عزيز، الدولة باش تقوم خاصها ثلاثة ديال الشروط على حساب اللي قال لكم في شيش، خاصها المال والرجال والثقة. المال عندك لقيتي بركة خلينا لك حنا، خصوصا في التحرير ديال الاسعار اللي هناك ديال المحروقات، واحد 50 ل 60 مليار ديال الدرهم كان لو كان دابا الا كنتي راجل رد هذاك المقص، رد ياك تقول حنا اللي درناه غلطين، رد المال عندك، كتبيع الممتلكات ديال الدوله، كتاخذ الديون. هذا الاصلاح هذا اللي دار دابا غادي يكلف 40 مليار ديال الدرهم بالصحه والراحه ديال الناس اللي خداو، رجال التعليم والموظفين بالصحة والراحة ديالهم، 40 مليار ديال الدرهم. ولكن الناس ما كيتيقوش فيك، علاش؟ لأنه كيشوفوك السلوك ديالك ما منسجمش مع هاد الكرامة. أولا أنت متهم في ذمتك، غادي تكون معاك صريح، لأنه النهار اللي عملنا السي عزيز تحرير ديال الأسعار ديال المحروقات، بمعنى ما بقيناش كنعطيوكم الفلوس ديال المقصه، تواطعتيو نتوما الشركات الكبرى باش ترفعوا الارباح، كنتيو كتربحوا 12 ريال في ليترو ديال ليسونس ولا ديال المازوت، وليتيو كتربحوا 40 ريال. هذا الشيء جا في التقرير اللي داروا البرلمان، هذا الشيء جا في التقرير اللي جابته تلكن، هاد الشيء اعترفتوا به نتوما، اعترفتوا به نتوما، جا في التقرير ديال لجنة المنافسة الأول اللي كان السي دريش القراوي، وجا في التقرير ديال المنافسة الثاني من اللي جا السي رحو، ومشيتيو لعندهم وتفاوضتيو معاهم وخلصتيو مليار و800 مليون عوض من 90 مليار ديال الدرهم اللي دار لكم السي دريش القراوي، اعترافا بأنكم تواطأتم على الساكنة في المغرب ورفعتم الأرباح بطريقة غير مشروعة. وكتردوا لي اللومانة كتقول أنت اللي كي غندير نتخذ القرار، أنا ما عارفش راسي معايا البالضية، أنا حرت الأسعار كتوقع المنافسة كتهبط الأثمان وإذا به. وبالمناسبة كنذكر السي نزار بركة اللي كنحترمو وكنعاود نهنيه، هنيته رسميا وكنهنيه علانية
كونه حاز ثقة حزب الاستقلال مرة أخرى، كان ذكره بالوعد دياله اللي قال قبل ما يدخل الحكومة باللي غادي يسقف الأسعار، غادي يسقف الأرباح ديالها. إلى حد الآن باقي ما تسقفش هذا الشيء اللي زار. ولهذا شوف على الله عاوتاني دابا ما دام وليتي عاوتاني أمين عام وحدك باقي وزير، شوف على الله واش دير هذه الحسنة هذه في الغرب. واش كتفهموني اش كنقول ولا كنعاود غير بوحدي بحال الحمق؟ 17 مليار ديال الدرهم طبعا ما ديتيهاش كلها بوحدك، الله اعلم. بالمناسبه انا عاد فهمت واحد القضيه، انا بصدق كان كيسحبني ملي كنتي فرحان معنا بهذا الالغاء ديال المقصه، ولكن عاد تفكرت باللي عطلتيني عام، كنت غادي نحرر الأثمنة ديال المحروقات عام قبل، وعطلتيني بسبب انكم في الستاسيونات ديالكم ديروا داك اللي فيها اللوحات اللي كدير الاثمان. ومشى معك السي الوفا رحمه الله كيظهر درتيها بينا بجوج. بالمناسبه انا ما كنتش كنشك فيك بلي انت مطور وكتستعمل هذه الاساليب، ما انتبهت لك حتى القضيه ديال 54 مليار درهم اللي درتي معايا اخر المرحله ديالي الحكوميه، وانا ما كان عندي حتى مشكل باش نعطيها لك، ولكن تامرتي انت وواحد الوزير ديالك ودوختيني على الله شنو قلتي ليا. وملي هودنا للمجلس الحكومه داز داك الشيء وما كانش من الممكن نتراجعوا باش تاخذ انت 54 مليار ديال، باش ما تاخذهاش وزاره الداخليه، ماشي انا اللي كنت غادي ناخذ، حيت انا ما كنت كناخذ والو كرئيس ديال الحكومه، كنت كنفوض في هذا الشيء هذا. ولكن بنادم اذا كان خايف كيبدا يدير الاساليب، وهذا الشيء راه معروف بالنسبه للناس اللي كانوا كيتابعوا الصحافه. انت السيد رئيس الحكومه الناس ما كيتيقوش فيك، لانك انا نقول لك واحد القضيه، اجي غير كون صريح وتكلم مع الناس وقول لهم الحقيقه. راه والله ما يواخذوا عليك، الا ما خديتيش ما قديتيش. انت ربحتي الانتخابات لانك مشيتي كتوعد الناس. قلتي رجال التعليم غادي تدوم 2500 درهم. قلتي للناس اللي عندهم 65 عام غنعطيكم 1000 درهم لواحد اللي ما عندوش التغطيه الاجتماعيه. قلتي. رجال التعليم ما عطيتيهمش 2500 درهم. وبالمناسبه ما عطيتيهمش 1500 درهم. رجال التعليم وقفوا لك المدارس 3 شهور. وباش وهذاك الشيء السبب ديالو انك درتي قانون اساسي جديد ما عجبهمش. وهبطوا كاملين للشارع. وخليتي لنا المدارس ديالنا والثانويات ديالنا والاعداديات ديالنا موقفين 3 شهور، وفي الاخر حنيتي الراس وبدلتي القانون الاساسي وزدتيهم باش تحل المشكل. وملي اخويا انت عولت تنازل من الاول، انت السي عزيز ما كتعرف لا تصالح لا تخاصم. لانه لو كنتي كتعرف تخاصم تبقى شاد في كلمتك وفي القانون الاساسي ديالك سجلتيه في الجريده الرسميه وسحبتيه وعاود عدلتيه. وهذا ما كيوقعش هذا الشيء الا في ظروف خاصه. ما كيعرفش الزياده، ماشي المشكله ديال الزياده، المشكله ديال هذا السيد هذا ما عندوش هاد الجوج، ما عندوش الرجال وما عندوش الثقه، عنده المال والمال ديال الدوله. الرجال بطبيعه الحال انتم ما كتشوفوش الرجال اللي جاب لينا يا حصين. قلتي هذا عيب، هذا عار، الاسره في خطر. هذا عار يا كنت صاحبي. غير خلينا غير نروح. قال الناس اللي عندهم 65 سنه وما عندهمش التغطيه الاجتماعيه غنعطيهم 1000 درهم. جاب لي السيد رئيس الازمي هذا الخبر وجاب لي الحساب. قال لي يا سعد الله ها انت شوف اش قال، 65 سنه اللي ما عندهمش التغطيه الاجتماعيه غيعطيهم 1000 درهم للشهر، وجايب الرقم ديالهم. ولا ضربتي 65، لا ضربتي 1000 درهم في الرقم ديال الناس اللي عندهم 65 ما عندوش التغطيه الاجتماعيه كتلقى 22 مليار ديال الدرهم في العام. قلت لي ها السي عزيز إلا عطيتي لهاد الناس هاد 22 مليار ديال الدرهم أنا غادي نخرج من السياسة. ما عطيتيهمش.
جاء من اللي اعطاه 10,000 ريال، بالمناسبة سيدنا قال له تعطي 10,000 ريال على الأقل، هو دار 10,000 ريال والسلام بالله تسمعوا. جاء وقال تما يفديك 10,000 ريال للعائلات التي تعول أشخاصا مسنين. هذا دابا اش كيدير مع المغاربة؟ كيدوخ عليهم. هذا هو الديب شخي. قلتي غتعطيهم هما 1000 درهم، مشيتي كتقول راه عطيت للعائلات ديالهم 10,000 ريال. 10,000 ريال كتقدم مع رجل كبير ولا امرأة كبيرة، خصوصا لكان خاصها رعاية خاصة وخاصة الأشياء اللي كي بعض المرات ولاو كيحتاجوها الناس الكبار إلى آخره، بلا ما ندخل معكم في التفاصيل، كل واحد كيعرض الناس الكبار شنو كيحتاج. أجي عند الناس وقول لهم المغاربة أنا وعدتكم غنعطيكم 22 مليار درهم وما جابش الله، ما عنديش كيفاش ندير نعطيها لكم. دابا بغيتيوني نبقى معاكم رئيس ديال الحكومة مبارك بن سعود، ما بغيتيونيش نمشي في حالي ترتاح ونرتاح. لا، كتجي وتبقى تدخل وتخرج، الناس ما كيتيقوش فيك. درتي التغطية الاجتماعية، ما عندنا ما نقولوا التغطية الصحية للمغاربة كلهم رغم الملاحظات اللي عندنا عليها، ولكن ما تتفهمش انت واحد القضية. الدولة ملي كتعطي شي حاجة ما يمكنش واحد اخر يجي يحيدها. الدولة السي عايز دخلوش كانت مدخلة 18 مليون ديال الناس في الرميد، 18 مليون كيمشي للمستشفى العمومي تيقول لهم انا مريض، كيعالجوه ما تياخذوا منه لا 60 درهم لا 70 درهم. شي مرات كيكون ما عندهمش باش يعالجوه، ولا ما عندهمش سكانير، ولا ما عندهمش ليرام، كيمشي هو كيدبر على راسو. هاد 18 مليون حتى هما حيدتيهم وقلتي غندخلهم في السجل الاجتماعي، غنعاود نسولهم واش عندك تليفون، واش عندك بارابول، واش عندك. كاين شي واحد اليوم في المغرب ما عندوش تليفون؟ كدير الروشار باش طالع. لا، الروشار ما طالع والو، التليفون اللي طالع. والمغاربه كلهم دايرين التليفون، ما يمكنش حنا نسولو هاد السؤال. هذاك الانسان الفقير راه يمكن هو اللي محتاج التليفون، بعدا غير كيتلف فيه الوقت شويه وتيخبي فيه داك الماء الحرمان اللي عندي. جي انت تبدا تسولو، انت جبتي 9.20 دوز، انت جبتي 9.50 ما تدوش، اش هاد الشيء؟ ولكن انا كان عندي الرميد، كان عندي، علاش تحيدوا لي؟ ما خصكش تحيدوا لي، خص الناس ديال الرميد كلهم تدخلوا. دخل صحيح ماشي ما تدخلش، دخل 10 د المليون و8 د المليون قال لهم سيروا تلعبوا. ودابا تيجيو لعندنا مساكين حالتهم الله اللي عالم بها، الباب الدار تيقول لك السي مكيران انا كان عندي الرميد حيدوه ليا، قالوا لي لان ما عنديش كيف الاراميل. السيخ الاخلوش شداك الاراميل انا اللي درته باذن من جلالة الملك. غنرجعوا لجلالة الملك، لا كان عندكم شويه ديال الصبر وبقيتوا جالسين. الاراميل كانت الارمله كتاخذ 21,000 ريال ولا 14,000 ريال ولا 7,000 ريال. قلت احنا غنوحدوا هذا الشيء كامل، حيد لهم داك الشيء. اجي يا لاله عندك تليفون، عندك براد، عند ما عرفش كيسولوا بحال هاد الاسئله. قوطه انت لله، عندك البوطه، عندك دابا هذا كلام، عندك البوطه. طيب شحال غنعطيوك امانه؟ 10,000. فين مشات 11,000 ريال؟ فين مشات 11,000 ريال؟ دابا انت مازال ما كتفهمش السي عزيز باللي 11,000 ريال بالنسبه للارمله في المغرب راه كتعيش بها 15 يوم و16 يوم، ولكن انت بالنسبه لك 11,000 ريال ما كتبان لك كاع. فين غتبان لك؟ انت الثروه ديالك رسميا ما عرفناش الحقيقه شنو هي، تزادت 200 مليون دولار، بمعنى 200 مليار سنتيم، بمعنى 200,000 مليون سنتيم في عام واحد. فين غتبان لك 11,000 ريال اللي حيدت لديك المراه؟ المغاربه ملي كيشوفوك تدير هذا الشيء، غنقول لك واحد القضيه تيقني. سول الموظف يقول لك اسيدي حنا ما تعطيناش، خلي غير ديك الارمله داك الفلوس اللي كانت كتشد، او لا زيدها الا قدرتي. متفقين معايا ولا ما متفقينش؟ يا يظهر لي عيتي اسمعوني مزيان.
انت السيد رئيس الحكومه قلتي غتخدم لينا مليون واحد جداد، دازت عليك دابا عامين ونص، كيظهر لي فقدنا 180 الف بنصيب شغل، فعوض ما نربحو خسرنا. فينا هي مليون؟ بغيت تعرف واحد القضيه، الناس الكبار الا كنتي انت انسان ليبرالي راس مالي حنا قابلين، ولكن كيفاش تيفكروا؟ كان روزفلت الا باقي كنتذكر تيقول لهم انا نخرج الناس الصباح يتقبوا يتقبوا الشانطي وفي العشيه يعاود يردوا داك التقبه يعاودوا يبنيوها ونخلصهم. كان خاصك تخرج الناس يخدموا تقلب لهم على العمل، ماشي بحال الاوراش اللي مشيتي كتعطيه غير الناس ديالك وديال الحزب ديالك وديال الاقارب ديالهم وديال الاصدقاء ديالهم وديال وخلقنا مشكل. ماشي بحال الفرصه اللي مشيتي كتقول للناس غنعطيكم 10 المليون، دابا عندك 2000 واحد، 2000 واحد البارح ولا البارح جابوا لي رساله تيقولوا لك حنا وجدنا كلشي وكرينا وخدينا الديون، وملي مشينا كنقولوا له يعطيونا 10 المليون اللي قلتي لينا، قال لك لا سالينا. واش غايديروا هادو؟ يقول لك غايمشيو هادو غايمشيو للحبس اولا غايمشيو يتسلفوا ويخلصوا هادشي. واش هذه هي المشاريع ديالك؟ ما كتعرفش تشرح المشاريع ديالك. من الاول كون واضح ودير المتابعه، ولا شتي شي حاجه ماشي هي هذيك خرج نبه. راه الحكمه سي نزار اس على كل حال اسي عزيز، راه الحكم راه ماشي هو كارني تشيك تعطيه لبعض المواقع الاجتماعيه باش يشتموا واحد. بالمناسبه نقول لك واحد القضيه، انت شتي دعم الاله من كيرن غير تهنى، راه واخا تقول عليه اللي قلت ما حدي كنظن مزيان مع الله، ما حدني باقي مزيان مع الناس، راه واخا نموت الكلمات ديالي ستلاحقني.